السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. القضاء بين الناس نعمة من الله عظيمة جل وعلا، لأن الناس لا تخلو حياتهم من مشكلات ولا تخلو من خصومات تقع بينهم، فالناس يحتاجون إلى من يقضي بينهم ويسهل بذلك أمورهم حتى تستمر عجلة الحياة. ولكن لابد أن نعلم أيضا أن هذا القاضي مسؤول عند الله تبارك وتعالى، وسيحاسبه الله جل وعلا عن هذا القضاء، إن كان قد قضى بالناس بالحق فهو له من الأجر الشيء العظيم عند الله تبارك وتعالى، وإن كان قضى بالباطل فعليه من الله ما يستحق، وإن كان قصد الحق وأخطأه فهو مأجور عند الله تبارك وتعالى، وإن قضى بجهل فهو على خطر عظيم. فعندنا قاض عرف الحق وقضى به، فهذا منزلته عند الله عظيمة سبحانه وتعالى، إذ جمع العلم والإصابة للحق. آخر علم وقضى بالخطأ، فإن كان قد قصر في بحثه ومعرفته بحقائق الأمور وكذا فهو مأزور عند الله تبارك وتعالى، وإن كان بذل جهده وأخطأ فهذا مأجور عند الله تبارك وتعالى، لأنه بذل ما في وسعه، لعل الشهود كذبوا عليه، لعل الأدلة كانت قاصرة، لعل أسباب أخرى كثيرة. الثالث وهو القاضي الذي عرف الحق وتركه، والعياذ بالله، إما لرشوة وإما لهوى وإما لأي سبب من الأسباب والعياذ بالله، فقضى بالباطل وهو يعلم أن هذا باطل، فهذا والعياذ بالله من أهل النار. الرابع وهو القاضي الذي ليس بقاض أصلا، تجرأ على القضاء وهو ليس من أهله، فهذا آثم عند الله تبارك وتعالى وهو من أهل النار، لأنه لا يجوز له أن يتصدى لهذا الأمر وأن يقضي بين الناس وهو جاهل لا يعلم من القضاء شيئا، فهذا من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.